حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ونهاركم داز بخير ومزيان، وكنتمنى تكونوا فرحانين ملي تشوفوا هذا الفيديو ديالي. المهم البنات، كما كتشوفوا انا كاينه في التوش دابا، لاني بغيت ندير لكم واحد الفيديو ديال المكياج، بما انه بزاف البنات طلبوه مني وانا عمري درت لكم شي فيديو ديال المكياج، فاليوم قررت ندير لكم فيديو ديال الميك اب. المهم البنات، ما تنساوش تخليو ليا كيف ما العاده لي لايك ديالكم الزوينين والتعليق ديالكم، واي تساؤل عندكم فممكن تخليو ليا في التعليق تحت، ولا اي حاجه بغيتو نصور عليكم، ولا شي فيديو جديد، ولا شي فكره جديده، فما تبخلوش عليا بها وكتبوها ليا تحت في لي كومونت. دابا البنات غادي نبداو. انا صراحه قبل ما كنبدا المكياج، اي مكياج، انا بغيت نيت من هذا، من دابا نوريكم واحد المنتوج اللي كنستعمل زوين، اللي خديته من اوريفلا، هو هذا نوفاج. اول حاجه كنغسل وجهي مزيان، لانه انا ما غسلتش وجهي مزيان، ما يخرجش ليا المكياج زوين، هو هكا كتغسلي على الناشف وزوين حتى الحبوبه البنات. فمن بعد الا بغيتو ندير لكم فيديو خاص على المنتوجات ديال اوريفلا، بصراحه زوينين هكا، وتنغسل حتى العنق ديالي. ماشي البنات، انا العنق ديالي ما فيه والو، شفتوه راه ابيض غير مع الخيال دابا، لانني دابا العشيه ومستعمله هذه ديال الضو، فمن هنا كيبان اسود لانه الظل ديال وجهي، ولكن انتم شفتو هو ابيض ما فيه حتى شي حاجه، وحتى هنايا من هاد الشيحه، فهذا غير الخيال ديال. دابا غادي نغسل وجهي، ودابا كنقطر بالماء. بعد ما غسلت وجهي البنات، ضروري غادي نمسحو مزيان، فمن الاحسن ما تمسحوش هكا، مسحو هكا بحال طبطالو باش الوجه ديالكم ما تيتضرش هكا، ولاني تغسل تاع عنقي حتى هو غنمسحو هكا على هاد الشكل هذا. المهم البنات، المكياج ديال اليوم غيكون هو مكياج ساهل، وحتى الناس اللي ما عندهمش هاد الشيء اللي واو، يعني غنديرو بشي حوايج اللي هما بساط، ماشي بشي حاجه اللي ما كايناش، تقدر اي بنت عندها اي مكياج عادي ديرو. فاول حاجه البنات، انا تندير الترطيب، لانه ضروري الا مرطبتيش الوجه ديالك، يقدر الا كان الوجه ديالك جاف وهذا، فغادي يخرج لك المكياج شويه ناشف. من بعد ما كتغسليه مزيان، كديري كريمه، اي كريمه، هي كريمه غير عاديه عندي، هذه كريمه ديال النهار، هذه كتبعت في الميركادونا، خديتها رخيصه وجربتها زوينه صراحه، كترطب الوجه مزيان. هكا غنستعمل اي كريمه، وقبل ما ندير الفوندو تان ديالي فخصني نخليها تنشف شويه، لانه الا ما نشفاتش الفوندو تان ديالك غادي يبان مخلط بشي حاجه. المهم غادي نبقى نحاول هكا نشفها بشويه، وفي نفس الوقت ديري بحال شي مساج هكا الوجه مزيان باش تدور الدوره الدمويه، وحتى هكا تكوني كديري جوج حوايج في حاجه واحده. المهم ما تديوش عليا حاجه مشعري هكا، لانني راكم عارفين الماكياج ضروري خصك تجمع شعرك. المهم البنات غادي نبداو. انا ما عنديش بزاف فوندو تان، لانه ما كيعجبنيش ندير بزاف فوندو تان، لانه انا اصلا وجهي راه كيبان ليكم، ما كيعجبنيش ندير بزاف ديال الفوندو تان، فما كتشوفوا فما في عندي شي عيوب اللي كثيره، شي حبيبات هنا ولا هنا، بعض المرات كيخرجوا ليا، فغنستعمل هذا اللي هو كنت خديته غير بروا باش نجربه وعجبني، وهكا غنستعمل غير شويه لقطات، وما غاديش اليوم نخدم بالبلوتي بلندر، بيوتي بلندر، لانه بيوتي بلندر كنخدم بها ملي تيكون عندي شي مكياج ثقيل، ولا غدا شي عراضه هكا كبيره وكتضيع بزاف ديال الفوندو تان، فخصك ديري بزاف ديال الفوندو تان، وانا ما كيعجبنيش ندير بزاف الفوندو تان، وهي اصلا كتشرب بزاف ديال الفوندو تان، فداك الشيء علاش دابا غندير غير هكا شويه شويه لقطات. المهم غنشوف هادشي كيداير، الصراحه غادي نخدم بايدي غير هكا، لاني اصلا ما بغيتش ندير فوندو تان بزاف، فغنحاول ندوز غير شويه غير هكا. والبنات ضروري ملي تكونوا ديروا المكياج ما تنساوش العمق ديالكم، بالاخص الا كنتو كديروا مكياج فاتح درجات اكثر من الوجه ديالكم، يعني اي مكياج كديري افتح من العمق ديالك، فما يمكنش يبقى يبان العمق ديالك لون وهنا لون، واخا انا راه مع الشمش وهذايا نتوما راه عندي نفس اللون شفتوه، ولكن مع هذه ديال الضو كيبان الظل هنا وتيبان الفوق بيض، لانه هذه شفتوها هي اللي تخلي يبان على الطريق، اما في الصراحه راه عندي لون واحد هنا كامل، ولكن ماشي مشكل، نحاول نديرو له سوا شويه الفوندو تاع نشوف واش غيتبدل مع هاد الاضاءه ولا غيبقى بحال هكا. انا البنات ما كيتبرونزاش ليا وجهي في الصيف، انا كنتبرونزا كامله الا وجهي،
يعني يقدر عمقي يولي كحال يدي يولي كحلين يدي راه مبرونزين من هنايا شفتوهم الا وجهي وجهي ما كيتلونش ليا. المهم شفتو هذا راه من الاضاءه غيبقى يبان هكا. المهم ماشي مشكل حنا عادي حنا الاهم دابا اننا كنصوروا فيديو ديال المكياج ماشي ديال شي حاجه اخرى. ودابا غادي نبداو البنات. انا اول حاجه كنبدا بها هي الحواجب ديالي وغنوريكم باش كنخدم الحواجب ديالي. كنخدمهم بهذا اللي هو كيكو من كيكو النمره رقم 3 او رقم 4 على حسب شفتوها رقم 3 كنحركو هكا شويه اللي كيعجبني لانه داير بحال الطاط. والحجبان ديالك المهم غنشوف ليه لاني كنشوف في المرايه الحجبان ديالك ما كيخسروش ماشي بحال القلم. وانتم شوفوا البنات راني ما مصوبش حجباني ولكن غادي نصوبو لاني مخليه حجباني يكبروا شويه. ومن هنا كنجي تندير له هكا بحال الشعيرات ومن هنا غادي نغلط الحاجب. دخلت فيه شويه غلطتو كثر لاني كنشوف في التليفون صراحه ما كنشوفش المرايه باه مره اللي كنشوف في المرايه هاك لا صراحه خصني نشوف في المرايه لان غندير شي كاريته ما تيبان ليا والو مزيان هاكا. دابا غندوزو للحاجب الاخر غنحاول نشوف في المرايه هاكا باش نصاوبو مزيان. تندير الاطار البنات من التحت واخا حجباني كبار هما هنا ما كيبقاوش يبانو وهكا كنمشي مع الحاجب بهذا الشكل هذا. فغنحاول حتى هذا نصاوبو مزيان حاجب خفيف على هذا لانه الاضاءه هانتوما شفتوا الا جيت هنا غيبان لكم هذا غامق على هذا لانه الضوء هو اللي تيدير هذه الحاله. الضوء اللي دايره انا غنحاول نديرو الوسط باش يكون داكشي بالتساوي هكا لانه تيبين لي داكشي ماشي تلهي. وهكا البنات غنكون صوبت الحواجب ديالي واخا تيبانو في شكل انا غنقادهم دابا. فغادي ناخذ غير فون دو تان. انا ما كنديرش كونسيلر الا البنات اللي كيكونوا عندك كيديروا كونسيلر تاخذي كونسيلر. انا ما عنديش لا ساغن هنايا طاح ليا خلات واحد المتتبعه قالت لي ديما تديري الكواليس ما كاينش شي فيديو كيدوز بلا كاريته ضروري كطيح لي شي حاجه ولا كتوقع لي شي حاجه. الصراحه عندي الاضاءه هنا الاضاءه ماشي الاضاءه اضاءه ناقصه. وغادي نحاول نقي حواجبي هكا باش يبانو مزيانين في الاخر. نحاول نمسحهم ونقادهم ممعقت انه كاينه الحراره. ودابا البنات غادي ندوز نصوب عيني هما الاولين. في الصراحه انا باش نصوب عيني اختاريت واحد الباليت اللي غزاله هانتوما كما كتشوفوا عرفتي هاد الالوان اللي فيها راه بريونس بزاف من الكاميرا هنايا شفتو هاد اللون واعر فيه هذا قاصح شويه والحبوب ديالو كبيره شويه وكاين هاد اللون وهاد اللون. فانا غنحاول ندير لكم مكياج غير بهاد الباليت. اول حاجه غادي ناخذ هاد اللون هذا فاتح فيهم و غنثبت به فون دو تان ديك ولا تثبتي به الكونسيلر اللي كنتي دايره باش هكا كيجيك ساهل في الخدمه ومني كديري شي حاجه ما كتخسرش ليك. ما عرفتش علاش عجباني ما جاوني ما عجبونيش ما عرفتش علاش تيبانو بحال هكا. المهم البنات غنخليو الحجبان هما اخر حاجه لانه ما عرفتش علاش كيبانو هكا وانا حجباني ديما تنصاوبو مزيانين يمكن حقاش باقي ما مصاوبينش تيبانو ليا مزيانين ولا مع الضوء اول مره نصور بهذا الضوء. فملي كيجي هنا تيبان هذا باهت ملي كيجي ها نتوما شفتو راه مقادين ولكن مع الضوء ما عرفتش علاش بانوا بحال هكا. نحاول نقاد الاضاءه شويه نديرها هكا هكا كنظن حسن ياكو
دابا غنعاودو نكدوهم شويه هكا هكا جاوني احسن. وهكا البنات حسن من قبل. المهم كيف ما قلنا غنثبتو بهذا الكولور، هذا هو في نفس الوقت كيعطي الضوء شويه، يعني ماشي كولور لي مات، هو كولور كيبري. هاك شفتو. ودابا غنبدل الشيتا وغناخذ واحد الفرشاة وغنبدا نغمق شويه. اوكي غادي ناخذ هذا الكولور، هذا وغنجي هنا ونتم هذا بشكل دوائري باش ندمج يعني الطرف ديال العين على هذا الشكل. على تشكل البنات شوفي كتجي العين مرفوعه ومن بعد نفينيو، ماشي مشكل واخا يجيكم هنا كثر ولا شي حاجه. فمن بعد غادي ندمجهم مزيان، نبدلو الشيته ونديرو الشيته نقيه وندمجو. وهاد البلاصه تحاولوا ما تقاسوهاش باللون اللي غامق، على هاد الشكل هذا خصو يجي هكا. دابا غندوز العين الاخرى وغنمشي بنفس الطريقه. شفتوا البنات هكا، غنزيد نكثر اللون لانه باش يبان مغمق مزيان. كل ما مشيتوا البنات دائري كل ما كيتدمجوا، لانكم اللي درتوا هكا تقدروا ديروها في الاول ولكن من بعد خصك تدوري باش تدمج اللون وما يجيوكش الخطوط في اللون. وهذا اللي هنا ماشي مشكله البنات يجيكم هكا لانه من بعد غادي نفينيوه، ماشي مشكل. المهم تركزوا غير على العين على هاد الطريقه. دابا غنحاول ندمجو. كيبان داكشي كتير. دابا غادي نحاول ناخذ واحد ولدي تيبكي هاد الكوطون تيج وغنقاد بيع ويناتي. فانا كنوريكم البنات الطريقه المبتدئات، فهمتوا؟ غادي تجي بحال هكا وتقادي الفينه ديال العين كيف ما بغيتي انت. ومن بعد حنا غنقادو هادشي. المهم اول حاجه هي ترسمي من الدمعه ديال من القنت ديال العين هكا، كتحاولي تنقيه مزيان هكا كيجي الوجه شويه بروفيسيونيل. المهم بنات غنمشي نسكت ولدي ورجع معاكم. كما شفتوا هذه هي الطريقه اللي كندير انا. ومن بعد البنات عاد كتقدري تقادي. انا في الصراحه الفوندو تاعي تنديرو حتى الاخر. دابا غادي نقاد هنا على شكل كونسيلر زعما، ولكن واخا انا ما عنديش كونسيلر هكا تقدروا ديروا بحال كونسيلر بحال هكا وديروا بيوتي بلندر، ولا ما بغيتوش ديروا بيوتي بلندر كطبطبوا هكا بصبعكم على هاد الطريقة هادي باش كلشي كيتدمج وما كيبانش شي حاجة اللي ماشي هي هاديك. من بعد البنات انا هاد الخطوة ولدي تيبكي، انا هاد الخطوة كنفضل نديرها بايدي. فغناخد هذا اللي تيبري بزاف هذا هكا على هاد الشكل كيجي في الصباح شفتو، وغنديرو هنا غير في الوسط.
غير هذا الشكل هذا. نعاود ناخذ اللي في الجهه الاخرى ونحاول نديرو غير في الوسط، لانه باليد كيتصاوب حسن من بالفرشات. باليد كيكون حسن، تيعطي داك الضوء ديالو واعر حسن. هذا الشكل هذا، والبنات غناخذوا الفرشات وندمجوا شويه باش ما يبانش الفرق هكا وصافي. ها هو المكياج ديالي واجد. دابا الحاجه الخطوه اللي غنجيو لها هي كتبقى اختياريه بالنسبه للناس واش كيبغيو يديروا الايلاينر ولا ما تيبغيوش. انا بالنسبه ليا من محبي الايلاينر، ولا ما درتوش ما كيجينيش المكياج، راه كيحلش ليا المكياج. انا غنحاول نرسم خط رقيق من هنا على حسب اخر الحد ديال الالوان اللي درنا. ما بسمع على الطريقه هذه. ماشي مشكل البنات، ما تخافوش من الاينير، فهو غير الرسمه الاولى ومن بعد كتبقاي غادا كتقادي فيه باش كيجي كامل خط واحد. شفتوا هذا الشكل هذا؟ واخا غلطت شويه لاني ما كنشوفش في المرايه، كنشوف في التليفون، التليفون ما تيعطينيش العبارات وما هذوك. ودابا نفس الطريقه نديرو هاد فيها. هاد الشكل هذا. وديك الساعه البنات لا بان لكم واحد غلط من واحد، بحال انا هذا بان لي غلط من هذا، غادي نقص منه هكا وكل واحد كيعرف الاينان اللي كيجي مع وجهه وكيعرف شنو. انا كيعجبني الرقيق ولكن دابا درت غلط ماشي مشكل. وهكا غنحاول نقاد من هنا من القدام هكا. دابا غنرجع ناخذ كوطونتيج ونقص منه شويه الى بان لي غليظ. نشوف شويه من هنا غليظ وشويه من هنا نقاد. فانتما البنات كتقادوا على حسب حسابكم نتوما. انا دابا غير كنوريكم ماشي مشكل، ولكن كل واحد كيقاد على حسب الشكل ديالو. فكاين الناس اللي كيجي معاهم مكياج هكا، كاين اللي ما كيجيش معاهم مكياج هكا. دابا البنات غندوز لتحت العين بالنسبه للبنات اللي تيبغيو. انا كيعجبني ندير هنا، ما عنديش داكشي تاع الرقيقه بقات في الدار الهي. غناخذ نفس هذا اللون هذا وغنحاول هذه نورك على هكا باش تجيني رقيقه، وندير الظل من تحت العين هكا. وغنمشي لخرى ثاني على هاد الشكل هذا. صافي هذا هو الشكل، جا زوين. وانتوما كتبقاو تنقيو على حساب لبان لكم شي حاجه، لانه ما يمكنش غديروا مكياج بيرفكت. المهم البنات دابا جا وقت كونتور فراج. والصراحه البنات انا ما كنديرش بزاف كونتور، انا الكونتور كنديرو لك تخارجه المعروضه لشي حاجه ولا هذا. انا غنستعمل هذا وقرب يسالي لي من ماك زوين غزال دورادو، غنستعملو هنا هنا. البنات ديما حاولوا ديروا فحال شكل ثلاثه هكا كتنحت لكم الوجه. شتوها كتحاولوا ديروا بحال شكل ثلاثه باش تحددوا البلاصه اللي غديروا فيها. ديروا هكا وكتحدد البلاصه اللي غديري فيها الكونتور ديالك هكا بهذه الطريقه هذه. حددتي شويه الانف. انا شي نهار غندير لكم مكياج كومبلي اللي كتقدروا ديروا به الكونتورينغ داكشي. انا ما شفتش معايا الكونتورينغ باش نصور لكم، فدابا غنحاول غير شويه شويه. وهكا كونوا قربنا نسالينا المكياج ديالنا. كنقز من حاجه لحاجه، انا هكا دايره في المكياج تنسى. دابا غادي نحاول ندير شي دريسي ثم مرة كيطلعو تيبانو. كنظن عندي واحد الريسيل اخر هنا. ها هو
دابا غندوزو للريسي. كنستعمل هذا اللي حتى هو من كيكو البنات، زوين حتى هو من كيكو. شوفوا الشفره ديالو كيفاش رقيقه، فيها اربعه شفرات، اربعه جوايع باش يبان لكم. غنمشي على هذه الطريقه هذه. المهم شي واحد يقول لي علاش حنا البنات ملي كنكونوا كنديروا هكا كنبقاو نعوجوا فمنا، قمه التركيز. اش كتبغي تركز على شي حاجه داروا؟ انا الصراحه كيعجبني ندير الريسي العادي. نعطيكم واحد الحيله سهله، ومني كنسالي الريسي هكا كنسد عيني وكنحاول نزيد نطلعهم كيزيد يطلعوا، شفتوا؟ المهم نمشيو لهاد العين حتى هي. ما عنديش المرايه وما تيبانش ليا عرفتي بالسخط. هاد ليكم التوتوريال ديال المكياج اليوم عالم. هاكا راه كيزيدو يطلعو صافي البنات. غندير في الشفار تحت. انا بعض المرات ما كنديرش الشفار تحت لان اصلا عندي الشفار تحت طوالين، فاش كندير لي مريسين تيبانو معيقين بزاف. وما كنكثرش الطبقات ديال الريسين لانه كل ما كثرتي كل ما كتعرضي الشفار ديالك للضرر. المهم البنات هذا كان هو الماكياج ديالي، ودابا غنوريكم هذا اللي زوين 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 تنحمق عليه. سميتو سوبر ستراي، سوبر ستاي من مايبيلين، من ماركة ديال مايبيلين. الريفرنسية ديالو هي 760. شوفوا واش تبان لكم ما غتبانش. اول حاجه فيه هو كديريه بلسم باش كترطب لسانك، ويلي لسانك كديري بلسم باش كترطبي فمك هكا على الحكايه، لانه هو كينشف وزوين هاي الكلاده. ومن بعد كديري الكلوز. شوفوا الفرشاة ديالو كيفاش دايره باش كتجيك على فمك زوينه هكا. انا البنات راه كنميل بزاف لهاد الالوان اللي كتكون بحال هكا، مكيعجبنيش الالوان اللي كتكون غادا الاحمر وداكشي. كي ناسي سكتي حتى تسالي المكياج هضري. كيعجبني الالوان الترابيه اكثر. غنحاول هكا ندير شويه فما معاهش اللعبه البنات، خصني نديرو بالكاميرا لاني نديرو بالمرايه لاني كيليا. وهذا هو اللوك النهائي البنات. شوفوا فمي شويه كبرتو لانه كيعجبني هكا. المهم البنات ما تنساوش دبريا كي جاكم هذا اللوك هذا. المهم البنات بهذا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم هذا التيتوريال ديال المكياج. وما تنساوش تقول لي كي جا معايا هذا المكياج، واش جاني زوين ولا جاني خايب ولا ما فيه ميتشاب ولا زوين ولا والو. واخا انا هذا المكياج هذا الفيديو حاولت ندير لكم المكياج اللي عندي يعني بابسط الاشياء، ماشي ضروري داكشي اللي غالي ولا شي حاجه. ما عنديش كاع الماتيريال هنا في الدار وحاولت ندير لكم وهذا ما كاين. فكنتمنى يكون عجبكم البنات، وما تبخلوش عليا في لايك ديالكم والتعليق ديالكم زوينين. يلا باي باي عليكم كاملين.